السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نعمل مراجعة سريعة للشابتر الرابع اللي هو الجهاز التنفسي Respiratory System. قلنا أنه الوظيفة الأساسية للجهاز التنفسي هي تدعيم الدم بالأكسجين وتخليصه من CO2، من ثاني أكسيد الكربون، وبتتم هاي العملية اللي هو إعطاء الدم أكسجين وأخذ CO2 منه عن طريق أربع عمليات، فور اللي هي إيش؟ عن فور ليست فور أربع شغلات اللي هم بالمونري فنتيليشن، وقلنا external respiration، internal respiration، و transport of respiratory gas. الأولى اللي هي بالمونري فنتيليشن معناها movement، حركة الهواء داخل وخارج اللنج، بس بالمونري رئة، فنتيليشن تهوية، يعني دخول الهواء وخروج من الرئتين بنسميه فنتيليشن. أما الآن external و internal respiration، external يعني فوق في الخارج، يعني تبادل الهواء بين اللنج، بين الالفيولر وبين مين، بين الحوصلة وبين الدم. الحوصلة بتعطي الدم اكسجين بتاخذ منه CO2، انا اسميه external respiration، هاي باخذ الاكسجين منه بعطيها و100%. اما الانترنال respiration اللي هو حركة الاكسجين، يعني قلنا طيب نحكي اللي هو الاكسترنال، حركة الاكسجين من اللنج للدم، تمام، والكربون دايكسيد من الدم لمين، لللنج. اما الانترنال حركه مين، حركه الاكسجين من الدم للانسجه والسي او 2 من الانسجه الى الدم، هذا انترنال ريسبيريشن. اعمق في النص بينهم هنا ترانسبورت اوف ريسبيراتوري جازز، كيف تنتقل، تنتقل عن طريق مين، تنتقل من اللنج للانسجه للخلايا، كلام عام عن طريق الكارديو فاسكولار سيستم. اوكي، هذه اربع مصطلحات مهمه جدا جدا. نيجي على ريسبيراتوري سيستم، جهاز تنفسي، في ان انهيليشن واكسهيليشن. انهيليشن دخول الهواء الى الرئتين شهيق، الاكسهيليشن هو الزفير، خروج الهواء، ريموف اوف سي او 2 من الجسم. بما انه قلنا بريثينج اولسو ريجوليت، بنظم السي او 2 في الجسم. طبعا لا فائدة لأي مادة غذائية بدون أكسجين، هذا كلام لابد منه، أي مادة غذائية بدون أكسجين على الفاضي، وطبعا ارتفاع CO2 أخطر من نقص الأكسجين. وظائف الجهاز التنفسي أو التشريح الوظيفة الجهاز التنفسي، في أن قلنا الجهاز التنفسي تشريحيا ينقص لمنطقتين، Respiratory Zone و Conducting Zone. الريسبيراتوري زون اسمها، اذا هذه هي الفانكشنال زون، المنطقه اللي بيصير فيها تبادل الغازات اللي هو في الحوصله، الفيولار داكت، الريسبيراتوري برونكاي. بينما الكوندكتنج زون اماكن التوصيل من انف، من قصبه هوائيه، من وما الى ذلك. هذه الكوندكتنج زون لها ثلاث وظائف، بتنظف الهواء، بتنقيه وبتدفيه، كلينز، هوميديفاي، وورم للانكومينج اير، للهواء الداخل الى اللنج، بدخل دافي ونظيفه معقم 100%. قلنا فتحتي الانف اسمهم نوسترايل، نوسترايل. بيقول لي انه وظيفه جهاز التنفس تعتمد انه يكون عندك دوره دمويه صحيحه، القلب شغال عشان يوصل الدم بالاكسجين ويضخ الدم في الاوعيه اللي هو بكون الدم محمل بالاكسجين. الريسبيراتوري تراك تقسم لقسمين، upper و lower. upper هو أي شيء outside chest cavity، أي شيء الأجزاء اللي خارج القفص الصدري هي upper، أما الأجزاء اللي هي داخل القفص الصدري هي تعتبر من lower respiratory tract. نيجي للأنف، هو أول مكان من جهاز التنفسي، هو airway للهواء، warm بدفي وبرطب وإيش بدفي وبرطب وبنظف الهواء اللي داخل اللنج، بيحتوي على مستقبلات اللي هو olfactory اللي هي الشم، الاكسترنال نوز محاط بالانف، قلنا كارتليج بلت، تمام. التجويف الانفي من جوه نزل بلت، في بينهم ايش، حاجز اللي بسموه نزل سبتم، الحاجز الانفي. طبعا بقول لي الظف اوف نزل كيفيتي، الظف يعني اعلى سقف اللي هو الانف، من الاثيمويد والسفينويد بون، بينما اسفل الانف، الانف من الاسفل عباره عن البلاتين بون، الفلور الارضي من البلاتين بون. من الامام البلاطين بون مدعم بالنكزيلاري فبنسميها هارد بلت، بينما من الخلف البلاطين بون مش مدعمه بنسميها سوفت بلت. اثنين يعني سوفت بلت وهارد بلت، الهارد بلت هو بلاطين بون مدعم بالامام مع النكزيلاري، بينما السوفت بلت هي البلاطين بون ومن الخلف غير مدعمه. نيجي للمخاط الانفي، طبعا هذا مصنوع من خلايا الجوبلين سيل، وخلايا اللي هي ايش، سيرفس اريا از انكريز باي كونكا، وعندنا نقول ايش هذه معناها، نزل ميكوزا بيدفي وبرطب الهواء اللي داخل الى اللنج، في عندنا برا نزل سايني وصل هو الجيوب الانفيه،
في عندنا ماكزيلا وفرونتال وسفينويد، ماكزيلا اثنين وفرونت وسفينويد وثيمويد. هذول الجيوب الانفيه وظيفتهم ايش؟ هي الفانكشن تبعتهم بتخفف وزن الجمجمه وبتعطيك ريزونانس فور فويس، بتعمل صدى للصوت. بتعمل ايش؟ تعمل صدى للصوت. هاي الناز النيرز او النص اللي فتحت الانف. هاي هنا عنا قلنا ايش عنا هنا؟ قلنا هاي الكونكا اللي هي حجم الانف، اللي هو عندك سوبيرور وميدل وانفير. الانف من داخل ثلاث اجزاء مجمع مع بعض بسموها الكونكا، سوبيرور وميدل وانفير. في عندنا هاي الهارد بلات من قدام، هاي السوفت بلات قلنا عنهم. الهارد بلات مدعم بالامام، هي عباره عن بلات مع ماكزيلاري. هذه هاي الهارد بلات، بينما من تحت هي السوفت بلات غير مدعمه باي بوت. وهنا قلنا اللي يعني حابب يقراهم هاي الفرنجل تونزل، كلهم كلام يعني عام. نيجي لبشكل ممكن تصير معنا اللي هي رينايتس. رينايتس قلنا انفلاميشن، التهاب في الغشاء المخاطي للانف. اما الساينوسايتس اللي هو انفلاميشن في الجيوب الانفيه، وهذه من ميزتها وعلامه على الجيوب الانفيه اللي هو بصير عندك ساينس هيديك، صداع، ولما تسجد بصير عندك وجع شديد. نبدا العضو الثاني بعد الانف في الجهاز التنفسي من الابر، الفارينكس اللي هو البلعوم، هو البوستيريور تو نازل اند اورا كافيتي، هو خلف التجويف الانفي والفمي، فهذا بسموه البلعوم. تمام. في عنا البلعوم ثلاث اقسام، في عنا نازو فارينكس، اورو فارينكس، ولارنجو فارينكس. بلعوم انفي، بلعوم انفي، وبلعوم مع الحنجره. البلعوم هذا بما انه بلعوم فمي وله علاقه بالتنفس، فيكون للتنفس وللاكل. بينما الاورو فارينكس اورا للفم، هذا ايش؟ عفوا، النازو فارينكس لانه للانفي بس وتنفسي، هذا اورا بس لمين؟ للتنفس. بينما الاورو فارينكس اكل وتنفس، لارنجو فارينكس برضه اكل وتنفس. تعرفوا لي هنا انه ال اعرفوا انه النازو فارينكس عباره عن ايش؟ النازو فارينكس، النازو فارينكس هي اونلي اير بس جويبت، ممر للهواء فقط. هاي اللي بدي تعرفوا هنا، النازو فارينكس ممر للهواء فقط، وفيها الاستاكيوس، استاكيوس تيوب، تمام، من الميدل اير. وفيها ايش؟ الادينويد از لينف نود اون ذا بوستيرير وول، اللحميه هي في الجدار الخلفي للنازوفارينكس. الاوروفارينكس ممر للهواء والاكل مع بعض، تمام، وفي بيحتوي البلاطين تونزل، هي لاترال، هي على جنب الاوروفارينكس. فاللوزتين يعني المكان اللي في نص اللوزتين اللي على الجانب هذول يكون هو الاوروفارينكس. اما اللارنجوفارينكس هنا ممر للهواء والطعام مع بعض، كلام احنا قلنا. هذا ايش؟ الفارينكس البلعوم. مشاكل البلعوم اللي هو لما تلتهب، اللي هو مش قلنا البلعوم من الاوروفارينكس على جنابه في عندنا البلاطين تنزل، هذول التنزل لو التهوا تصير ادينويد، لحميه زائد ايش؟ انفيه، تتضخم. لو صار معك لحميه بتلاقي تاثر عندك النوم والكلام، السبيتش اند سليب، النوم ديستريبيوت بتعطل، مشكله فيه. العضو الثالث في جهاز التنفس، نزلنا من الانف اخذنا الحنجره، نعدي على اخذنا عفوا البلعوم، نعدي على الحنجره اللي هي مين؟ اللارينكس. هذيك قلنا فارينكس عشان ما تلخبطوش بينهم، انا بخبط بينهم، بين الفارينكس واللارينكس. الفارينكس هو بلعوم، فالفارينكس من حرف الفاء اقرب للمين؟ اقرب للفم، فارينكس هو البلعوم. بعدين بيجي مين؟ اللارينكس هي الحنجره. اللارينكس هي الحنجره تاعت الصوت، الحنجرة اللي انا ملتبة هي ولا الصوت، الحنجرة هي الفويس بوكس، صندوق الصوت فيها كل شيء. ممر هي اير واي بتوين، بين الفارينكس، بين الحنجرة وبين التراكي. اذا هي ايش؟ الفويس بوكس اند اير واي، ممر هواء بين الفارينكس، بين اللي هو البلعوم وبين القصبة الهوائية. هذه طبعا بتكون من 9 كارتلج، من 9 غضاريف. الثيرويد كارتلج قلنا هو اكبر عضو فيه، هو الموست انتير للامام. الثيرويد كارتلج هو الامام، وهو اكثر واحد، هو مسميها تفاحه ادم. تفاحه ادم اللي احنا بنشوفها اسمها هي الثيرويد كارتلج، هي واحد من 9 غضاريف هو الامامي. بينما الابيجلوتيس، هذه الابيجلوتايس، هي الابر موست، فاعلى واحد من غضاريف التسعه، اول واحد اعلى واحد الابيجلوتايس. اما الامامي، فرقوا بين الابر موست وبين الانتيرو. الانتيرو هو مين؟ الاكثر انتيرو هو الثيرويد كارتليج، هو اكبر واحد، هو اللارجست. بينما الابر موست الاعلى للاعلى هو الابيجلوتس. كم هو بغطي اللارينكس اثناء البلع؟ فمين اللي بغطي اللارينكس؟ مين بغطي الحنجره اثناء البلع بسكرها؟
هو الابيجلوتس. اثناء البلع لازم يسكر عشان ما يدخلش اكل على القصب على الرئه. الفوكال كورد هي على جانب مين؟ الجلوتايز، الحبال الصوتيه، لان هي حنجره اصلا. اثناء الكلام تتحرك الحبال الصوتيه، طبعا اثناء الاكسهيل اير الهواء هو خارج. طبعا لهم الاعصاب اللي لهم علاقه بالشام بالكلام عفوا، هم الفيجاس نيرف والاكسسوري نيرف، رقم 10 و11، فيجاس نيرف واكسسوري نيرف. هذه اللي بروتاس قلنا عنها. المشاكل اللي ممكن تصير في الحنجره في اللارينكس اللي هي انفلاميشن في الفوكال صوت، التهاب الحبال الصوتيه، سماك لارينجايتس، لارينجر الحنجره، لارينجايتس التهاب مين؟ التهاب الحنجره. طيب بعد هيك قال لي انه ممكن كان يصير عندك اثناء الابدومينال، لما احنا بتعمل امبليفيكيشن هو اخراج، تعمل شد على الابدومين. ايش الشد هذا؟ بيعمل بخلي الابيجلوتايتس تسكر، فبيزود لما تسكر الابيجلوتايتس هذه تمنع خروج الهواء من اللنج، فالهواء بيتجمع في الابدومين في اللنج، وبيزيد بيزيد الابدومين البرشر الضغط في الابدومين، فهذا بيسهل خروج الاستول. هي هنا اثناء الديفيكيشن كلوز بتسكر هاي الجلوتايز، بتمنع الاكسهاليش، تمنع خروج الهواء، بيزيد شد العضلات في البطن. هذا العمليه يسموها فالزفه مانوفر. فالزفه مانوفر هو زياده الابدومينال برشر اللي ناتج عن زياده الهواء داخل الابدومين، وبالسهل في تاريخ فريغ الريكتم. تمام، كان اوسو كان بيساعدنا انك لما تحمل اوزان ثقيله هيفي لود، انك تخلي جسمك معتدل ومتوازن. التريك يا رب، اخذنا انف، نزلنا حنجره فارينكس، نزلنا بلعوم فارينكس، نزلنا حنجره لارينكس، ننزل على التريكيا، ننزل قلنا اللارينكس هي وصله بين الفارينكس والتريكيا، صح؟ هي التريكيا القصبه الهوائيه هي تمتد من اللارينكس، من اللارينكس، مش قلنا انه الفارينكس هي وصله بين اللارينكس اللارينكس اللي هي مين؟ اللارينكس الحنجره، وصله بين الفارينكس البلعوم وبين التريكيا، تمام؟ التريكيا مين فوقها يكون؟ اللارينكس الحنجره. وواصله لاول البرونكاي، فالتريكيا ممتده من اخر الحنجره الى اول البرونكاي. هي مكونه التريكيا من 20 سي شيب كارتلج غضاريف على شكل من 16 من 16 ل 20 سي شيب. لكن الحنجره قلنا من 9، الحنجره 9 9 غضاريف. الاكثر امام واكبر هو من الثيرود كارتلج، اما اعلى واحد فوق للاعلى هو الابيجلوتايتس. بينما التريكيا من 16 ل 20 سي شيب كارتلج، هذه بتخلي التريكيا دائما ايش؟ دائما مفتوحه. في عندنا بعد التريكيا القصبه الهوائيه نسعى البرونكاي، البرونكاي تري. البرونكاي تري ممتده من التريكيا اسفل التريكيا الى تدخل على مين؟ على الالفيولر، على الحويصات الهوائيه. في عندك ايش؟ تنزل البرونكاي تري، واحده رايحه على الرايت واحده على الليفت، تمام؟ هاي رايت اند ليفت برايمري برونكاي، في عندك برايمري في عندك سكندري. البرايمري برونكايل بينزل واحده على اليمنى واحده على اليسرى، بينما السكندري برونكايل هتروح ثلاثه يمين وتنتين شمال، ثلاث فروع يمين وتنتين شمال. اما البرونكوليوز هذه اللي هي مين؟ يعني تصغير برونكايل، نو كارتلج ان ذير وول، يعني بتبدا هاي البرونكايل تري بتنزل يمين واحد شمال واحد، بعدين بتبدا تفضل على اليمين بنزل ايش؟ منه ثلاثه والشمال اثنين، بعدين التفضلات الصغيره من ثلاثه والاثنين بسموها برونكولوز، برونكولوز، برونكولز، برونكولز. فيش في هذه ايش ميزتها؟ انه نو كارتلج، فيش فيها غضاريف، نو كارتلج. المشاكل ممكن تصير فيها، التدخين بيقتل السلاي الاهداب، هي الاهداب قلنا الاهداب والكحه هم اللي بيساعدوا على تفريغ مين؟ تفريغ اللي ينزل تراكم بلغم وشي في الرئه واوساخ. فلما المدخنين التدخين بيقتل هاي السلاي، فالطريقه الوحيده للتخلص من اللي هو التراكمات هذه والاوساخ هي الكحه، الكافينج اونلي ميز، الطريقه الوحيد لمنع الميوكوس من المخاط انه يتجمع وين؟ في اللنج. عشان هذا السبب ان المدخنين اللي معهم مشاكل في التنفس ممنوع نعطيهم ادويه ضد الكحه. انا ممكن في شيء اسمه هيليميك مانوفر، الهيليميك مانوفر هذه اللي انا بستخدم الهواء اللي داخل البطن والرئه في اخراج الشيء المعلق في التريكيا. في بطن انا بدايه تنتهي على فوق السطح المريض بقوه، فبتلاقي الهواء اللي داخل الرئتين وداخل الابدومين بيطلع على التريكيا بقوه، بيطلع اذا انت كان عندك اسبيريشن شذقه ومعلق مثلا بزده، معلق فزدق، معلق شكل بالزور شيء، ممكن ايش يطلع هيميليك مانوفر. هي مانوفر، فرقوا بين هيميليك مانوفر والفلزفه مانوفر. الفلزفه هذيك تاعت اللي هو مين؟ الديفيكيشن، لما انت بتعصى لحالك وبتمسك حالك وبتحمل اوزان ثقيله، بتعصى حالك، بتسكر الجلوتايتس، بتجمع الهواء وين؟ بالابدومين، بزيد الابدومين البرشر بسبب الهواء. بينما الهيميليك مانوفر اللي هذه عباره عن ايش؟ بستخدم الهواء اللي داخل الابدومين انك تخرج هذا مين؟
تفتح الزول لو كانش معلق فيه. هي مانوفر هي سمبل بسيطة، ولكن ايش ممكن لو انت مشيت بشكل خاطئ تكسر الربس، وهذه انقذت حياة الكثير من الناس، انقذت حياة الكثير من الناس. وقلنا ان افضل دولة لكحها، ودكتور موسى قال المية، وفعلا كويسة المية. هي الطريقة يديك تنتزل هي في السور بالضبط، تدفعهم في أسفل قفص السد، بين قفص السد من تحت وبين السرة، تدفع هيك بتطلع بتدفع. لو كان طفل صغير تنام على بتحط راس تحت رجليه فوق وتطبل بشوي هيك على ظهره، ممكن تفتح تحط ايدك بفمه وتطلع ايش اللي معلق. بعد ما خلصنا من البرونكولز نعدي على مين؟ وصلنا اللنج. البرونكولز هي اصغر شيء وصل الحوصلات. اللنجز الذاتين اخر شيء هي طبعا تو لنجز، كل القفص الصدري معبى ما عدا الميد ستيرنم اللي هو فيها مين؟ فيها معبى باللنج ما عدا الميد ستيرنم، فيها القلب، فيها أوعية دموية كبيرة، فيها برونكال، إيسوفيجس مذي، أشياء أخرى. الأنتيرو واللاترا والبوستيرو من اللنج محاط القفص الصدري أمام وجنب وورا، بينما من تحت من اللي هي مين؟ الدايفرام، هي قاعدة على الدايفرام جاز ديب. ولو انت نزلت من الديب الكليفيكل الترقوة هذه انزل لتحت ديب توصل للابكس، مكان ضيق في اللنج. بتستريح اللنج على الديافرام من الاسفل اللي هي البيز، اللي هي اللي هي السرة، ومر من خلالها العديد من الاوعية الكبيرة، من شرايين كبيرة وايش واوردة كبيرة، ممر يعني مهم وحلو. الالفيولاي نعد لقيت خلصنا من اللنج، في اللنج اعمق منها مين؟ الالفيولاي اللي هي الحوصلات الهوائية. تعريفها هي سايت اوف جاز اكستشينج اوف ذا لانك، مهم جدا. واحد يقول لك ايش يعني حوصله؟ قول هو مكان تبادل الغازات. الحوصله بتعطي الدم اكسجين تستخدمه سي او 2، فهو المكان الفعلي الحقيقي لتبادل الغازات وين؟ في اللانك. مصنوعه من سمبل سكومس ابيثيليوم، تمام. في عندك تايب 1 وتايب 2. التايب 1 بكون ثين رقيق، ادق من تايب 2 يمكن عشان يسمح بانتشار الغازات، اما التايب 2 بيصنع ماده السيرفاكتنت، بيصنع ماده السيرف اي الفيرا تايب 2 بتصنع ماده السيرفاكتنت اللي بتقلل التوتر السطحي، يعني بتخليش اللي هو الالوفيولاز انها تنكمش. وفيها عنا الماكروفاج، هي خلايا بالعه، على الرغم من انه بدخل عيد من مايكروجانيزم الا انه الالوفيولاز استرال. في اليوم بقول لك حنتخلص من 2 مليون في الساعه، من 2 مليون الالوفيولاز بتكون هي بلعات بتنظف مين؟ الجهاز التنفسي. وهي هذه هي هي التريكيا اصلا، هي هي التريكيا القصبة الهوائية. تنزل التريكيا، في عندك برايمري، هي واحد وهي واحد، بعدين الواحد مد على اليمين اعطاه ثلاثة، هي ثلاثة، والشمال اعطاه تنتين. وبدنا ايش نخلص؟ نبدأ نخلص منه تفاضلات لما توصل للألفيولار. بالنسبة لمبرين الغشاء هذا قلنا عنه سنجل لير اوف سكويمس، تمام، ارق من ارق ورقة كلينس. هيها شيت بيبر از ماتش ثيكر، ورقة الكلينس اسمك منها، اسمك من الغشاء تبع مين؟ من الغشاء تبع الالوفيرات. الالوفيرات ان كابيلاري وولز، جدار الالوفيرات الالوفيرات والكابيلاري وهي تقرر مع بعض، جدار واحد بين الالوفيرات والشعيرة الدموية في الذا، ان ذي ديفيوز مرتبطين ببعض بقاعدة، هذا بيسموها ريسبيرتوري ميمبرين. فهو غشاء بين الحوصلة وبين مين؟ الشعيرة الدموية. اير بلاد بارير بسموه حاجز بين الدم والهواء، لانه الحوصله فيها هواء والشعيره فيها الدم، الحاجز بينهم اللي هو مين؟ الريسبيرتوري ميمبرين، بسموه اير بلاد بارير. جانب فيه دم وجانب فيه اكسجين، بنتقل عن طريق الديفيوجن الانتشار، وقلنا من ضغط الاعلى الضغط المنخفض، وهذا شرحناه هناخد في الاخر لقدام. قال لي هنا البلورال ميمبرين اللي هو البلورال بسموه الغشاء، عندنا غشائين، برايتال البلورال وعندنا فيسكا بلورال. البرايتل هذا هو اللاينز ذا تشيست كافيتي، هو الغشاء المحيط بقفص الصدر من الداخل، بينما الفيسكال لير هو الغشاء الكفر ذا لانج، مغطي اللانج. بين الاثنين هذول في سائل، هم ملتصقين ببعض ولكن في سائل بيمنع مين؟ سيرس فلويد، بيمنع الاحتكاك. ولكن اثناء التنفس لازم الاثنين يكونوا ملتصقين ببعض عشان يطلع وينزل، نحكي كمان شوي. هي هذه هي اللانج، هذا الفيسكال لير، هذا اللي هو هذه هي القوى الصدري، هذه البرايت الليرة، وفي النص بينهم ايش؟ بينهم سائل سيرز فلود او سموه البلورا كافيتي. المشاكل ممكن تصير في هذه في اللنج، بلوراسي، بلوراسي معناها ايش؟ انفلاميشن اوف ذا بلورا، يعني مشاكل قصدي الاغشيه بتاعت اللنج، بلوراسي معناها انفلاميشن اوف ذا بلورا. ممكن كمان بسبب الالتهاب هذا مكان للبكتيريا بتجمع اشياء، بيعمل لك ايش؟ سوائل في بين الغشائين يسموه بلورال افيوجن، فلويد سوائل تتجمع اكيوميليشن ان ذا بلورال كافيتي يسموه بلورال افيوجن.
الميكانيزم اوف بريثنج اللي التنفس، قلنا احنا الفنتليشن حركه الهواء دخول وخروج من اللنج، في عندك انهيليشن اكسهيليشن الغاز بيتحرك والهواء من الضغط لعند الضغط المنخفض. اوكي، في عندك في الدماغ المظله اند بونز، هذول التنتين مهارات التنفس في الدماغ. في عندك ريسبيرت مصر عضلات التنفس، في عندك الديافرام والاكسترنال اند انترنال انتركوستال مصر. الاكسترنال بستعمله انا بالشهيق، والانترنال في الزفير اللي نحكي عنهم. في عندك البريشر ان ذا ثراسك كافيتي، الضغط داخل التجويف الصدري. في عندك انترا بلمونال بريشر، الضغط داخل الرئه. وعندك انترا بلورال بريشر، الضغط بين الغشائين بين البلاتا والبلورال، الضغط داخل التجويف البلوري. وفي عندك اتموسفير، الضغط الجوي. ضغط داخل الرئه يعني هو ايش؟ يتذبذب بتغير حسب التنفس، هو 360 زاد شوي نقص شوي. عدنا نقول ليش الانترا بلورال هذا يكون كم اقل؟ هو نيجاتيف، always negative. ايش يعني negative؟ يعني بيكون اقل من ضغط داخل الرئه. تمام، اما الاتموسفير ضغط الجو 760 ملم زئبقي. هذه هي اللانج، هي الضغط داخل اللانج الانترا بلورال 760، اما الانترا بالمولر الانترا بلورال 756 ناقص 4. في النهاية الترانس بالمونري بريشر 760 ملم زئبق ناقص هذا بيطلع 4. هذا الترانس بالمونري بدنا اياه. هاي البلور كافيتي، هذه الفيسكا اللي هي بيرت اللير، هي الاتموسفير بدخل الهواء الجوي. بقول لي ما يساعدنا في التنفس هم الحليب الحاجز والعضلات بين الضلوع. بوصل الدماغ لما يجي على السي او 2 المظله بتشتغل، تبعت تشرف لللنج انه يا حليب حاجز انزل لتحت، هو مسترخي وطالع لفوق، بقول له شد وانزل لتحت يا حليب حاجز. ويا اكسترنال مصر اللي في القفص الصدري شد، فبتتوسع، فبتوسع القفص الصدري. مين غشاء من جوه القفص الصدري؟ البريتال لير. مين ملزقه فيها؟ الفيسكال لير. الفيسكال لير هذه ملزقه في اللنج، فلما يتوسع قفص الصدري بتوسع مع اللنج، بدخل لما يتوسع اللنج بقل الضغط في الانثى بالمونري، بصير اقل من 760، بصير تقريبا 756، فبالتالي يكون ضغط الجو اعلى منها، فبدخل مين؟ بدخل هو من الضغط الجوي لللنج، بتعدي. احنا بنتنفس شفط هواء، لا احنا بتنفس عن طريق ضغط بقى لو بنزل. لما الضغط داخل اللنج بيقل بدخل الهواء باخذ شهيق، لما الضغط داخل اللنج بيزيد بعمل زفير. انا الضغط داخل الحوصله اعلى بشكل بسيط من التجويف، تمام، من التجويف البلوري عشان تضل اللنج مفتوحه. كلام يعني في ان المشاكل ممكن يصير في اللنج الاتيلاكتسز او الاتيلاكتسز، هذه اتيلاكتسز اللي هو لنج كولابس انكماش اللنج. في نيموثوراكس، نيموثوراكس اللي هو accumulation of air in the pleural cavity او في الانترا بلورال، تجمع هواء. في عندك كمان مصطلح اسمه هيموثوراكس، تجمع دم. في عندك بلورال افيوجن، تجمع سوائل. فنيموثوراكس تجمع هواء، هيموثوراكس تجمع بلاد، بلورال افيوجن تجمع سوائل. وين هذا كله؟ في البلورال كافيتي او في الانترا بلورال سبيس. الانهاليشن اللي هو الصحيح وسموه انسبيريشن، هذا تطلع نبضات على الديافرام حجيب الحاج، تقول لي يا ديافرام ايش بدك تعمل؟ كنت ذاك انقبض وتحرك لداون للاسفل، ونبضات لمين؟ للانتر كوستال نيرف الاعصاب، عشان الاكسترنال انتر كوستال مصل العضلات الخارجيه بين الضلوع، شدي القفص الصدري اوت للخارج. فالقفص الصدري بيكبر، تمام، فبالتالي الفيزيكال لير ملتصقه بالبرايتال لير اند اكسبان، متوسع. لما تتوسع الفيزيكال لير والبرايتال لير وتوسع قفص الصدر توسع اللنج. فالانترا بالمونيك برش، الضغط داخل اللنج، قلنا الضغط والحجم لقط عكسيه، لما بزيد حجم اللنج بيقل الضغط داخلها، فبيقل الضغط وبوصل مين؟ عند الهواء بوصل لللنج. اما الاكس هي هنا زي ما قلنا بالضبط، هي العمليه كيف بتصير. هي الريبس تتوسع الاعلى هنا، والدايفرام موف ان فيز بينزل لاسفل الدايفرام، فبتوسع مين؟ قفص الصدري، بتوسع مع اللنج. اما الاكسهاليشن هذا عباره عن ايش؟ باسيف. الاكسهاليشن الزفير هيكون باسيف، هذا بتوصل نبضات لمين؟ بتقل النبضات. كيف بصير انا عندي زفير؟ لما تقل النبضات اللي رايحه على الرئتين، هو كان وصل نبضات للدايفرام وللقفص الصدري انه قفص الصدري يتوسع ويا دايفرام انزل. لما تقل النبضات اللي راح عليهم بيرجعوا لوضعهم الطبيعي، لما يرجعوا للطبيعي ويطير حجم القفص الصدري بيزيد الضغط داخل اللنج، يكون اعلى من الضغط الجوي، فبعمل انا ايش؟ بعمل انا زفير. فاشارات القفص الصدري بيقل، بينزل الديافرام للاسفل، والاكسترنال انتركوستال المصل ريلاكس بتسترخي.
بقل حجمه وبينزل، واللنج تجي ربع التم. في ان لو الانثى بالمكب الاسفل بيزيد وبطلع اللنج، بيطلع الهواء بالغصب عنه لبرا. في ان هذا في النورمال 100%. طبعا النورمال اكسهاليشن هو باسيف سلبي. النورمال اكسهاليشن هو ايش؟ باسيف. ليش باسيف؟ لانه بكون الضغط داخل هذا اللنج اعلى، هو بس. الفوست اكسهاليشن هذا بدك قوه، عشان انت طبعا قلنا انا بعمل شهيق وزفير لا ارادي لحالي بدون اي ضغط مني، لكن احيانا اكون معك مرشح حاجه تعبان في عندك مشكله، تضطر انت غصب عنك انت تعمل زفير بالغصب بالقوه، تنفخ نفخ، تمام؟ بسموه فوست اكسهاليشن. هذا تستعمل انت في عضلات القفص الصدري الداخليه، كونتراكشن اوف انترنال انتركوستال سبيس، بتشد وبتخلي القفص الصدري داون للاسفل وبيقل حجم القفص الصدري، والضيف والابدومين المصل تتحرك عشان تجبر الضيف انه ابورد يطلع للاعلى. اذا في الزف في الشهيق بدي انزل الضيف من الاسفل والقفص الصدري، بس اعمل الاكسترنال انتركوستال سبيس، العضلات بتشد بتوسع القفص الصدري. بينما في الزفير ممكن في الفورس اكسهاليشن ممكن انا استعمل، قلنا احنا بنصير زفير لما ايش؟ لما بتقل النبضات، لكن احيانا هضطر انا استعمل العكس، هخلي عن طريق عضلات البطن ينزل يطلع الدايفرام لفوق، وعن طريق عضلات الصدر الداخليه يساق حجم القفص الصدري، يساق حجم القفص الصدري. اما البلمونري فوليوم، الاحجام الذويه عندك في الريسبيراتوري هذولا، ان ايش اسمه؟ ريسبيرومتر. هذا الريسبيرومتر بيقيس مين؟ اللي هو الحجم الهواء في القفص، ايش زي هيك يعني في القفص الصدري. فينا تايد الفوليوم، تايد الفوليوم معناه حجم الهواء او كميه الهواء اللي في ون في نفس واحد كامل شيق وزفير، حجم الهواء اللي بيدخل بيطلع من اللنج بسميه تايد الفوليوم. 500 فولت تنسوش التايد الفوليوم، 500 ملي تنسوش، 500 ملي ما تنسوش. المينت ريسبيراتوري فوليوم، المينت يعني نفسه في الدقيقه، حجم الهواء اللي بيدخل بيطلع على اللنج في الدقيقه بسموه مينت ريسبيراتوري فوليوم. الانسبيراتوري ريسيرف واكسبيراتوري ريسيرف، الانسبيراتوري يعني الشهيق الاعلى من الطبيعي، حجم الهواء اللي دخلته في الشهيق اعلى من الطبيعي، والاكسبيراتوري ريسيرف هو حجم الهواء اللي انا طلعته اعلى من الطبيعي، يعني بعد تايد الفوليوم. مش تايد الفوليوم هو كميه الهواء اللي داخل في النفس الواحد وخارج، تمام؟ مثلا 500 ملي. هذه الانسبيراتوري ريسيرف والاكسبيراتوري ريسيرف، هذه ايش؟ كميه الهواء الاحتياطي، الاحتياطي يعني ما بعد الشهيق، شهيق بزياده عندك انت، ما بعد الزفير الطبيعي يعني فوقهم، تمام؟ بيوند، اعلى من تايد الفوليوم بشوي في الاكسهاليشن، ما في الانهاليشن. الفايتال كاباسيتي، كميه الهواء اللي اللنج بتقدر ايش؟ تقدر تتحملها، هي 6000 ملي. 6000 ملي اللي هو عباره عن مين؟ تايد الفوليوم مع انسبيراتوري واكسبيراتوري ريسيرف. الاناتوميك ديد سبيس، المساحه الميته اللي هي ايش؟ بتضل في اللنج بعد ما تعمل اكسهاليشن، بعد ما انا طلعت كل زفير اللي عندي، هل اللنج فضيت؟ لا، بتبقي يعني مهما انت عملت زفير قوي الا انه بضل في اللنج شويه هواء، هذا بسموه ديد سبيس، يعني الهواء اللي ضل بعد مين؟ بعد اقوى زفير او بعد الزفير. فاهم شيء اضاف لي هنا في الارقام هذه؟ تقدر الفوليوم 500 ملي، الانس بايرات الكباستي 3600، اما الفانكشنال ريزيدوال فوليوم 2400، الفايتال كباستي مهمه كمان 4800. الفايتال كباستي لللنج، الفايتال كباستي قديش اللنج طبيعي تقدر تتحمل هواء 4400، اما التوتال لنج كباستي 6000 6000 هي التوتال لنج كباستي. طيب نيجي على الالوفيرا سيف استنشن، قلنا التوتر السطحي، ايش يعني التوتر السطحي؟ انه الماء عنده قادريه انه توتر السطح، جزيئات الماء الطبيعي هي بقول لك هنا الليكويد مولكيولز كلوز بتقرب من بعض، لو احنا جبنا قضيه ميه، قضيه ميه على الطاوله تلاقي ايش؟ اجزاء الميه بتلزق جنب بعض، هذا طبيعي. وبما انه الغشاء تبع الحوصله كله اغلبه ماء، فبالتالي بضل جزيئات الماء تلزق بجنب بعض، لما في الاخر يسبب انكماش للحوصله، وهذا صعب. انا في الشيق والزفير طبعا بضل شويه هواء في الحوصله، هي دي السبيس. فلما يكون عندك توتر سطح في الحوصله تنكمش الحوصله، وكل ما بدك تعمل شيق من اول وجديد بدك تفتح الحوصله من اول وجديد، فتح الحوصله مش سهل، فتحها من اول وجديد مش سهل، زي البالون لما تنفخ من اول وجديد صعب نفخه اول مره، يكون ملزق جوا ميه مع بعض وسائل وشيء زي هيك. ففي ماده السيرفاكتنت هذه عباره عن خليط من او ماده من بروتينات ودهون، هاي الماده بنتج خلايا 2
تايب 2 الفيرازيل، هي سيرفكت بتقلل توتر السطح، يعني بتخلي جزيئات الماء تحت الالفيرال ما يلزقوش ببعض، بتقلل توتر السطح، بالتالي ايش؟ تمنع الكولابس لللنج. فالسيرفاكتنت هي مهمه جدا، تمنع الكولابس لللنج. المشاكل ممكن تصير بسبب السيرفاكتنت الاي ار دي اس اللي هو انفانت ريسبيراتوري سندروم اللي هو قله السيرفاكتنت، تمام؟ هي الماده تكون قليله، لما تكون قليله هي الماده بتنكمش الحوصلات، ومجرد حدوث ذلك يجب اعاده فتح الحوصله عند كل شهيق، وهذا يتطلب جهد وطاقه. هذه مشكله بتواجه مين؟ الاطفال الجدد بعد الولاده بيكون مولود قبل الموعد قبل 40 اسبوع، لان هذه الماده يتم انتاجها حتى لاخر شهرين من بيكون مولود بعد 7 شهور، يعني سبعه وبكون الطفل هذا غير سبعه. فهي ار اي ار دي اس انفانت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ممكن هذا الطفل ايش نعمله؟ بنعالجه بعد بوزيتيف بريشر ديسبيريشن، هواء بالضغط عشان ينفخ اللنج، ينفخ الحصان الجديد، او ممكن نعطيه سبراينج اللي هي ناتشرال او سنتاتيك سيرفاكتنت في الايش؟ في القصور الهوائيه، حطوا ماده السيرفاكتنت، وهي الماده صعب شويه ان نجيبها. في انك كان بعض حركات هواء نون ريسبيراتوري اير موفمنت، حركات هواء ولكن ايش؟ مش للتنفس. زي ايش؟ زي الكف اللي هي كحه، هي حركه هواء ولكن مش للتنفس. كف كحه، سنز اللي هو العطس، كراينج بوكا، لافينج اللي هو الضحك، هيكب اللي هو زقزيقه، ويب اللي هو التثاؤب. هذا كله ديب ايش؟ انسبيريشن، تاخذه وذ جو وتكون انت بتتمغط اوبنج، توسع يديك وايد اوبنج. هذا الهيكب سادن انسبيريشن ريزلتنج فروم سبازم اوف ديافرام، يكون ديافرام متشنج. طبعا حل الزقزيقه، خذ ديب بريث، نفس عميق، وخليه جوا في اللنج لمده تقريبا 10 ثواني او ربع دقيقه، يعني 10 ثواني ل 15 ثانيه تروح الزقزيقه، لانه اصلا الزقزيقه معناه انه تكون الحجاب الحاجز ايش؟ تهيج، فبالتالي يطلع وينزل. ايش هي الزقزيقه؟ فانت علاجها اكتم النفس. جاز اكستشينج، كيف تبادل الغاز؟ بيصير قلنا عنه اكسترنال واكسترنال وانترنال. اكسترنال بيصير بين مين؟ تبادل الغازات بين الحوصله وبين الدم، تمام؟ بينما الانترنال بين الدم وبين الانسجه. في انك الانهيلد اير اللي هو اللي داخل من اللي هو الاتموسفير، ضغط الجو، انا بتنفس الضغط الهواء الجو فيها 21% اكسجين، فانا باخذ 21% اكسجين وبطلع اكن في الاكسهيلد اير 16 اكسجين، وباخذ انا 4% سي او 2 وبطلع انا كم؟ 4.5% سي او 2. فالهواء اللي انا بشوف طول الشهيق يحتوي 21% او 2 و4% سي او 2، بينما الزفير لما طلعوا الزفير 16% اكسجين و4.5% ايش؟ سي او 2. كلام مهم جدا. طبعا الضغط بكون ايش؟ من العالي الواطي. كيف احنا بنستفاد الغازات؟ قلنا في اللنج بكون ضغط الاكسجين في الحوصله اعلى من ضغط الاكسجين في الشعره الدمويه، فبطلع الاكسجين من الحوصله للشعره الدمويه، اعطيك الانتشار من ضغط الضغط المنخفض، بينما السي او 2 في الحوصله بتكون اقل ضغطها من السي او 2 اللي داخل مين؟ الشعره الدمويه، فبيطلع السي او 2 من الضغط العالي في الشعره الدمويه الى الضغط المنخفض مين؟ في الحوصله. هذا الكلام وين بيصير؟ في الاكسترنال اسبيريشن. بينما في الانترنال اسبيريشن بكون ضغط الاكسجين في البلازما اكسجين في الشعره الدمويه اعلى من ضغط الاكسجين داخل مين؟ داخل الانسجه، فبيطلع الاكسجين من الدم للانسجه. وبكون ضغط CO2 في الشعره الدمويه اقل من ضغط CO2 في الانسجه، بيطلع CO2 من الانسجه للشعره الدمويه وبرجع اللنج. هذا الكلام لو واحد فهمان انه بيطلع تبادل الغازات بيصير من الضغط العالي للضغط المنخفض، بيفهم هذا الكلام كله، بيفهمه لحاله بدون اي شرح بدون اي حاجه. نيجي على ترانسبورت اوف اكسجين في البلاد، كيف بنتقل الاكسجين في الدم؟ الاكسجين بيرتبط بالهيموجلوبين، تمام؟ على الهيموبين، او بكون يعني الاكسجين يا بنتقل في الدم على الهيم في ريد بلاد سيلز، او بكون ذا في البلازما. طبعا 80% من الاكسجين بينتقل بكون محمول على الهيموجلوبين على ايش؟ في الدم، و20% بنتقل بكون ذائب في البلازما. هاي اللي بتتفقوا هنا، يعني اذا هاي الاكسجين 80% بكون محمول على الهيم اللي في الار بي سيز في الهيموجلوبين، و20% بكون ذائب في البلازما. هذا نقل الاكسجين، بينما نقل السي او 2، السي او 2 بكون 80% بتكون ذائب في البلازما، و20% محموله وين؟ محموله على الجلوبين اللي في الار بي سيز، في الهيموجلوبين، ولكن ايش؟ كرسي خاص اسمه جلوبين، وهنا كرسي خاص اسمه هيم. فالكرسي اللي في الهيموجلوبين تبع الاكسجين اسمه ايش؟ هيم. بينما الكرسي اللي في الهيموجلوبين تبع السي او 2 اسمه ايش؟ اسمه الجلوبين. ففيش اي تعارض، فيش اي مشكله على الكراسي بين السي او 2 وبين الاكسجين. المشكله وين بتكون؟ بين الاكسجين والاول اكسيد الكربون. وطبعا الكرسي هذا بيحب اول
اكسيد الكربون اكثر من الاكسجين، فكلام مش مهم. المهم يعرفوا لي هنا الاكسجين بينتقل في الدم عن طريق ايش؟ 80% على الهيم محمول و20% وين بكون؟ في البلازما الذائب، بينما السيو 2 عكسه 80% ذائب في البلازما و20% محمول على مين؟ على الجلوبين. اما الباقي هذا كلام عام. طبعا الهيموجلوبين يكون فيه اكسجين بنسميه اوكسيهيموجلوبين، فيش فيه اكسجين دي اوكسيهيموجلوبين. الكربون دايكسيد قلنا 20% في الهيموجلوبين و80% في البلازما ذائب في البلازما. هي بيقول لي بما انه الكربون دايكسيد يرتبط بشكل مباشر في الجلوبين نوت هيم، اذا فيش نو كومبيت وذ اوكسيهيموجلوبين، فيش اي مشكله او تنافس على الكراسي بين الاكسجين وبين السيو 2، لانه كل واحد له كرسي خاص فيه، كل واحد له ايش؟ كل واحد له كرسي خاص فيه. النفس في عندنا تنظيم التنفس، بتنظم التنفس في الجسم اخذ شيء غزافير، اعطيك شغلتين اما النيرفس سيستم او مواد كيماويه. النيرفس سيستم قلنا المظله، في عندك مركز التنفس في الدماغ، تمام، في عندنا خلايا البارو ريسبتور مستقبلات الضغط، لما بتحس الضغط داخل اللنج اعلى او اقل تبعت شاره وتوسع اللنج وبدخل وما الى ذلك، البارو ريسبتور تمام، بتستقبل بتحس الضغط، لما بتوصل الضغط للنخاع بيعلى الضغط، لما الضغط يعلى هذا بتوصل يعني انه ايش؟ البارو ريسبتور مستقبلات الضغط، لما تحس انه الضغط في اللنج زاد عن اللزوم بتقول يا مظله، ايش يا مظله؟ بطلي ابعتي اشارات عصبيه عشان يقل الضغط داخل اللنج ويطلع الهواء كله، وزي ما تفهمين من الاول. نجي هنا على الكيميكال، قلنا اعطيك شغلتين، اللي بحفز التنفس يا فينا مستقبلات اسمهم ايش المستقبلات التالي؟ كيمو ريسبتور، مستقبلات بتشعر بنقص الاكسجين، هاي المستقبلات موجوده وين؟ موجوده في الكاروتيد بادي والاورتيك بادي. فلما تحس بنقص الاكسجين بتحفز مين؟ تاخذ مور اكثر، يا لانج خذ دي بريث، خذ نفس اكثر. وفي عندك مستقبلات بتحس بزياده السي او 2، هذه كيمو ريسبتور موجوده في المظله. فاعرفوا لي مستقبلات نقص الاكسجين موجودين في الكاروتيد بادي وبالاورتيك بادي، بينما مستقبلات اللي بتشعر في زياده السي او 2 موجوده في المظله. فهذه اللي فوق بتزود الدبث تاع التنفس والهذه، بينما هذه راح تزود اخراج السي او 2 بزياده. طبعا زياده السي او 2 يعني لو بي اتش، لانه السي او 2 حمض، فاللو بي اتش حموضه عاليه هي الميجر ريجوليتد، هي المنظم الاساسي، هي المحفز الاول للتنفس. فالمحفز الاول المحفز نقص الاكسجين وزياده السي او 2، لكن زياده السي او 2 هو محفز اقوى للتنفس من الاو 2. فسبب تنفسنا احنا هو زياده السي او 2 في الدم وليس نقص الاكسجين. واكتشف بكون نقص الاكسجين هو المحفز الاول للتنفس لما يكون عندك نقص حاد في الاكسجين. نقص حاد وين؟ في الاكسجين. في عندك ريسبيراتوري اسيد اند اسيد بيس بالانس، علاقه اللي هو التنفس بالحموضه والقاعديه. في عندك ريسبيراتوري اسيدوسز وعندنا ريسبيراتوري الكلوسز، ميتابوليك اسيدوسز وميتابوليك الكلوسز، يعني حموضه بسبب التنفس وقاعديه بسبب التنفس. لانه السي او 2 حمض، لما السي او 2 يعلى في الجسم تعمل لك حموضه بسبب التنفس، لما السي او 2 يقل بصير لك قاعديه بسبب التنفس. معدل طبيعي للسي او 2 من 35 ل 45، اعلى من 45 بكون حموضه، اقل من 35 بسمى لك ايش؟ قاعديه. ريسبيراتوري الكلوسز. بينما الميتابوليك له علاقه بالاتش سي او 3 اللي هي الباي كار، هتاخذوه في جراحه واحد ان شاء الله. هنا الثلاث كلينيكال تيرم مصطلحات عامه، ادينوكتومي اللي هو ازاله اللحميه، ادينو تونزلوكتومي عمليه جراحيه لازاله مين؟ الانفكتد فرنجال تونزل لادينوت. اسبيريشن اللي هو مين؟ الشدقه، اللي هو انهيلينج ابتلاء او تنفس او دروينج something اشي في اللنج، اشي دخل على اللنج. البرونكوسكوبي منظار للنج، هي تيوب بدخل لمين؟ عن طريق الموت او الانف عشان يعمل فيوينج رؤيه للنج. الابستاكس اللي هو الضعف النزيف، bleeding at the nose، bleed at the nose نزيف من الانف. التشيني ستوك بريثنج اللي هو abnormal breathing before death، اللي هو النفث اخر نفس قبل الموت، يحدث قبل الوفاه. deviated septum اللي هو نازل septum تيك مور lateral، بكون وجاج في الحجز الانفي، انحراف الحجز الانفي هو ديفييتد سيبتم. الاندوتريكال تيوب اللي هو ادخال انبوب بلاستيك تيوب بدخل عن طريق مين؟ النوز او الماوث، ترى التنفس عشان يدخل على اللنج مباشره او على القفص القصب الهوائي مباشره. الاوثوبنيا هو انابيليتي تو بريث، مش قادر تتنفس لما تكون لاينج داون نايم او هوريزنتال لاين. اوتو رينو لارنجولوجي، اوتو اذن، رينو انف، لارنجو حنجره، اولوجي علم، تخصص انف واذن وحنجره، اي ان تي، اي ان تي، اي او اي اي اذن، وان نوز انف، وتي ثورة اللي هو صدر، تخصص انف واذن وحنجره بيقولوا عنه
تي اي ان تي اي ان تي. اما النمونيا هو انفلاميشن اوف ذا لنج، هي التهابات اللنج. هيك الشابتر خلص، ويعطيكم الف عافيه.